الساعة 3:15 فجرا بضربة غارتين على أقاربنا في منطقة حته وبالجوار للأمم المتحدة. بالرغم من الأمم المتحدة تم حسب المعلومات وصلتنا أنه لديهم معلومات من الساعة 5:00 مساء بأن سوف يتم الضرب للمنطقة هذه، وخرجوا من المنطقة غادروا إلى شيرتون وتم استهداف المنطقة الحي كامل ولم يبلغوا أي أحد من الساكن في المنطقة. لذلك نحملهم المسؤولية كونهم بيتم التنسيق بين الأمم المتحدة ودول التحالف على ضرب المستضعفين في أبناء الشعب اليمني. من العجيب أن موظفي الأمم المتحدة يسكنون بجوار بهذا الموقع، لا يفصلهم عنه إلا السور، وهي من المناطق المحمية المفترض في إطار الأمم المتحدة. من الغريب جدا أن هؤلاء الموظفين يغادرون قبل الضربة ببضع ساعات، يعني أنهم مبلغون ولا يترك ويترك هؤلاء المساكين، هؤلاء الأطفال، هؤلاء النسوة، الأسرة المتكاملة تترك لأن تبتلعها نيران الإجرام العدواني من خلال هذا القصف الذي لم يراعي خلقا ولا يراعي دين. تدمعك جهاد أفاد، تدمعك جهاد، هات بعش في يدك وطرحها بين